الدوري الاماراتي وتحديدا الجزيره الاماراتي علشان يخرج معارا اليه من بيراميدز؟ انا اخترت انا خرجت من البرازيل في الاول للبيراميدز. انا كنت حابب يبقى عندي تحديات تانية، كنت حابب اتعرف على اماكن تانية، فحبيت ان اجي الجزيره هنا لان الفريق كويس وفي مدينه كويسه، فعشان كده انا حابب التجربه هنا، فعلى اساس كده جيت. اشرح لي بقى، لانه قليل جدا لما بيجي لنا هنا في مصر لعيب برازيلي من النوعيه المميزه زيك كينو، ايه السبب اللي خلى كينو يسيب الدوري البرازيلي ويكون محترفا هنا في الدوري المصري عبر فريق يعني اصبح من الفرق المهمه دلوقتي في الدوري المصري اللي هو بيراميدز؟ انا لما كنت بتفق مع نادي في الامارات، كان في اجتماع في روسيا، فكان كل الناس مجتمع هناك. انا هناك اتفقت ان مع الوكيل ان اجي مصر، فجاء وكيل اتفق مع فانا كنت في الاول اروح للسعوديه، وبجالي عرض في مصر، وجيت مصر وعجبتني التجربه جدا.